حياكم الله شباب. طريقة سهلة وبسيطة لإنشاء مجموعة الواتساب وضبط إعدادات هذه المجموعة، راح نشرحها لكم بالتفصيل. قبل المشاهدة، اشتراك في القناة، لايك للفيديو، ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء حتى الكل يستفاد. خلونا نشرح وياكم الطريقة. أول شيء نروح على تطبيق الماسنجر. بعد ما دخلنا على تطبيق الماسنجر ظهرت لنا المحادثات، نقوم بالضغط هنا على هذا القلم. بعدها يقول لك اكتب اسما أو مجموعة، وهنا يقول لك دردشة جماعية، فهنا نضغط على دردشة جماعية. هنا يقول لك اسم المجموعة اختياري، فنقوم بكتابة اسم المجموعة على سبيل المثال. وهنا يقول لك اختار الأعضاء اللي تريد تضيفهم إلى هذه المجموعة. نقدر نضيف الأعضاء اللي عندنا بالمحادثة على سبيل المثال، نضيف لنا عضو واحد للتجربة. بعد ذلك نقوم بالضغط على إنشاء. طبعا يجب أن تضيف أكثر من 5 أشخاص أو شخصين. بعد ذلك ظهرت لنا علامة إنشاء، نضغط على إنشاء. هنا تم إنشاء المجموعة مثل ما جاي تشوفون. هنا الأعضاء، الاسم، أضافة. نقوم بالضغط على الاسم إذا حبينا نعدله، وإذا حبينا نضيف الأعضاء نضغط على الأعضاء. طريقة ضبط هذه المجموعة، نقوم بالضغط هنا. بعد ذلك نقوم بالنزول إلى الأسفل. هنا عندنا طلبات العضوية، موافقة المسؤول، إذا حبيت فقط المسؤول يوافق عليها شغلها، وإذا يريد يطب مباشرة يطب. هنا عندك رابط الدعوة متوقف، تقدر تضيف رابط للمجموعة، هذا هو نعطي نسخ ومشاركته مع الأصدقاء. هذه هي كل إعدادات المجموعة، تقدر تغير كونيات وغيرها من هذه الأمور. أتمنى تستفادون من الفيديو، ولا تنسونا من اللايك والاشتراك. مع تحياتي للجميع.